بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة في الإنكار والقراءة؟ هل يكفي نقرأها بدون تحريك الشفتين؟ نعم، لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد، لأن ذلك لأنه لا يسمى قول إلا ما كان منطوقا به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باضطراب لحيته أي تحركها. نعم، لكن اختلف العلماء هل يجب أن يصنع نفسه أو يكفي أن ينطق بالحروف. منهم من قال لا بد أن يسمع نفسه، أي لا بد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومن قال يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح. نعم.